أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج همزة وصل. هي مساحة تفردها قناة النيل الأخبار يوميا على مدار حوالي الساعة تقريبا لمناقشة أحد أهم الموضوعات التي تدور على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية. في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام هو موضوع وتساؤل سنتحدث عنه على مدار هذه الحلقة، ألا وهو كيف يمكن جعل السياحة الريفية صناعة استثمارية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم في همزة وصل. مرة ثانية، كيف يمكن جعل السياحة الريفية صناعة استثمارية؟ يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا عبر عدة وسائل. يمكنكم أن تتواصلوا معنا من رقم الهاتف الأرضي هذا 25743366. كذلك يمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستغرام، همزة وصل إي جي. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار مشاركاتكم وإسهاماتكم التي ستصل إلينا تباعا على مدار هذه الحلقة لنقوم بطرحها على المشاهدين وكذلك على المتخصصين الذين سيكونوا معنا على مدار هذه الحلقة. الآن نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لنبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام. يشكل الريف المصري بمساحاته الخضراء الشاسعة مساحة كبيرة من أراضي مصر الممتدة على ضفاف نهر النيل، ومن ثم باتت السياحة الريفية ضمن أولويات صناعة السياحة المصرية. قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون تحظى بشهرة واسعة، وهي تماثل في جمالها الريف الأوروبي، حيث الماء والخضرة وجمال الصحراء والجو الريفي. من القرى الريفية الشهيرة أيضا زاوية دهشور بمحافظة الجيزة، وهي تتميز بزراعة النخيل ويغلب عليها الطابع الريفي الأصيل. وقد أشاد خبراء وعاملون بقطاع السياحة بقرار وزير السياحة دكتور هشام زعزوع بتنشيط السياحة الريفية، باعتبار هذه الفكرة تلعب دورا مهما في الحفاظ على التراث الشعبي والاحتفاظ بالشكل الريفي للقرية المتمثل في الأبنية الطينية والأراضي الزراعية. إلا أن الأمر يتطلب وجود بنية تحتية سليمة وتثقيف الفلاح وتنمية وعيه كيفية التعامل مع السياح وأهمية السياحة وأثرها على الاقتصاد. ومن أولى المحافظات التي سيطبق عليها قرار الوزير محافظات الفيوم والقليوبية والمنوفية، نظرا لما تتمتع به من إمكانات سياحية. وتكتذب القرى التي تعمل على تصنيع المنتجات اليدوية كصناعة السجاد اليدوي والفخار والأقفاص والمشنات السياح، وتفتح آفاقا اقتصادية رحبة للاستثمار في هذه النوعية من الصناعات المتميزة. وتظهر الحاجة لإنشاء فنادق ريفية، وهناك ضرورة لتسويق هذه المناطق ووضعها في إطار برامج السياحة. وعلى صعيد متصل، أظهرت الدراسات المتعلقة بهذا النوع من السياحة أهميته في مواجهة الفقر والبطالة، كما أوصت الدراسات بضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي في مصر وضرورة وجود استراتيجية تنموية للريف المصري. والحقيقة أن الريف المصري متنوع، يجمع بين المساحات الخضراء لمحبي التأمل والأثار الفرعونية، لمحبي السياحة الثقافية وتسلق الجبال والصيد، لمحبي السياحة الرياضية. مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج مبني بالأساس على مشاركاتكم وآرائكم التي ترد إلينا، سواء على أرقام الهواتف التي نعرضها تباعا على مدار حلقة اليوم، أو كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها. الآن مشاهدينا الكرام، نستعرض مجموعة من أرائكم ومشاركاتكم التي وردت إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتقل الآن في غرفة المتابعة إلى الزميلة فاتن عبد المعبود لاستعراض مجموعة من مشاركاتكم التي وصلت إلينا حتى الآن. إليك فاتن، وأهلا بك. شكرا شهاب، أهلا بحضراتكم مشاهدينا. وعن إجابة السؤال اللي طرحناه النهاردة في صفحة برنامج همزة وصل، كيف يمكن جعل السياحة الريفية صناعة استثمارية؟ هي ردود الأفعال من متابعينا. الأستاذ أحمد أبو العلا بيقول إن مشروع السياحة الريفية شيء عظيم لو تم تنفيذه، ولكنه يحتاج لمقومات عديدة لو تم تعميمه على مستوى الدولة. الريف المصري لا يوجد به خدمات صحية ولا مرافق عامة، وينقصه الكثير من الخدمات، ولذلك
لذلك التركيز على بعض القرى القريبة من الأماكن السياحية يكون هو الأفضل في الوقت الحالي لتنفيذ تلك الفكرة وتوفير كل الخدمات المشجعة والمحفزة للسياحة في وقت قصير، وعلشان يكون كمان نوع سياحي جديد داخل مصر لترغيب العالم في زيارة مصر سياحياً، وعلى رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في ذلك المشروع القومي لكي نعود بالسياحة. الأستاذ محمود أبو ليلى بيقول: أنا كنت تقدمت إلى محافظة الأقصر لعمل مشروع البيت الريفي. إذا كنا نريد دخول البيت الريفي يبقى نعمل البيت الريفي على أعلى مستوى، يعني نجمع كل مشتقات البيت الريفي ونعمل قرية للبيت الريفي. الأستاذ سيدون الماس بيقول: طيب هو فين الريف أصلا؟ بدل الشجر بقت عمارات، وبدل الخضرة بقت أسفلت، وبدل استوائي بقى ممكن ندخن ونلوث المكان. كان الريف وكانت أيام حلوة وكان مفيش مسلح وكان طوب لبن وكان بيدفي في الشتاء وفي الصيف تكييف. المكان اتغير بعمدان كهرباء وضغط ومحمول، وكمان ما تعرفش تاخد في المكان صورة إلا وفيها عمدان، بين النخيل عمدان، فوق البيوت عمدان، وفي الشوارع عمدان. أنا خايف في يوم من الأيام كل واحد فينا يعمل لنفسه عمود وتبقى كل الناس عمدان. طبعا بقول ارحمونا يا ناس. أستاذ عبد الراضي حجازي باعت صورة لي بحيرة السد العالي، بقول إنها أنقى مياه النيل في العالم، شهادة تاريخية من 7000 سنة منقوش على معبد الفيلة بجزيرة معبد الفيلة. بس في موضوعنا النهاردة بيتكلم وبيقول إن يجب على كل المؤسسات في الدولة تنظيم رحلات على كافة الأماكن السياحية في مصر وبشكل دوري على مدار السنة. يعني ممكن مثلا في 2016 نخصص رحلات دورية في كافة المؤسسات والمصالح والقطاعات العامة والخاصة، وهي رسالة للعالم عن سياحة مصر الداخلية، منارة تحكي نشاط السائحين للأجانب، وتكون هذه الرحلات مدعومة من السياحة بمجانية الدخول للمصريين في تلك الرحلات. ومن هنا بيظهر دور الاستثمار السياحي بشكل يظهر للشعب المصري للعالم الخارجي أن مصر هي جوهرة العالم في الطبيعة السياحية، سواء كانت سياحة دينية أو سياحة طبية. نرجع تاني لزميل شهاب لاستكمال همزة وصل وأراء ضيوفنا اللي موجودين معنا. فاتن، وشكرا لكل مشاهدينا الكرام الذين تواصلوا معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وما زالت مشاهدينا أمامكم الفرصة متاحة أيضا للتعبير عن آرائكم ومقترحاتكم حول كيفية تطوير السياحة الريفية وجعلها صناعة استثمارية. الآن مشاهدينا الكرام نبدأ حوارنا ونقاشنا مع مجموعة من ضيوفنا عبر الهاتف، ونرحب بكل من نرحب بالأستاذ محمد عزت عضو اتحاد الغرف السياحية، وكذلك نرحب بالدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، وكذلك نرحب بالأستاذ عبد الحكيم سيد وهو فنان تشكيلي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الأستاذ محمد عزت عضو اتحاد الغرف السياحية. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. أولا، هل تمتلك مصر مقومات السياحة الريفية وأن تكون لديها حقيقة صناعة للسياحة الريفية؟ بالفعل فندم، مصر من الدول التي تمتلك مقومات لصناعة السياحة بكل أنواعها وبكل أطيافها، ولا سيما السياحة الريفية. لو حضرتك يعني فحصنا احنا يعني خلال محافظات مصر المختلفة، حتى المحافظات المدن او محافظات الحضر كما يقال لها ظهير زراعي، جميعها فيها مناطق ريفية. جميع هذه المناطق الريفية تتميز ببعض الصناعات وبعض الحرف اليدوية وبعض المميزات التي تجعل من السياحة الريفية مقوم سياحي جاذب للسياح، ولكن لدينا يعني ضعف شديد في تسويق السياحة الريفية في الخارج. تمام، طب ابقى معنا أستاذ محمد وننتقل إلى الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور شريف، يعني كيف يمكن أن نعظم الاستفادة من السياحة الريفية في مصر وأنت خبير اقتصادي، كيف تشرح لنا ذلك؟ الحقيقة قبل ما نتكلم عن السياحة الريفية لازم نعرف أن السياحة بشكل عام ليها مقومات ولها بنية أساسية.
يعني أنا النهاردة علشان أنشط السياحة الشاطئية لازم يكون عندي شواطئ، ودي تجربة اللي نجحت بامتياز في شرم الشيخ والغردقة ودهب وطابة وخلافه. عندي السياحة التاريخية، عندي مناطق زي الأهرام والأقصر وأسوان ومعبد كومبو وخلافه. صحيح. لما أجي أقول السياحة الريفية، إحنا تاريخيا كان في مجموعة أو أماكن ريفية ليها، كل منطقة ليها الميزة بتاعتها، زي الفيوم يعني على سبيل المثال. الفيوم وفي كرداسة، إحنا النهاردة كانت كرداسة دي المكان اللي بيروح السياح علشان يختاروا منه أو يشتري منه الأماكن اللي هي الحاجات اليدوية والمشغولات اليدوية والملابس التقليدية وخلافه. عندنا أيضا القناطر الخيرية اللي كانت قبلة السياحة الداخلية والخارجية. أنا مش عارف إيه اللي جرى وخلاها بالمنظر الغريب اللي كانت اللي هي موجودة به الآن. أيضا هناك في الريف بعض القرى اللي بتتميز بصناعات يدوية حرفية زي دمياط، عملية الأساس وخلافه. فالحقيقة احنا علشان نخطط لإيجاد نوع جديد من السياحة لمصر، لازم الأول زي السياحة الريفية وهو موجود في كثير من دول العالم، لازم الأول نبتدي نحدد البنية الأساسية المطلوبة لهذا النوع من السياحة، ثم نرى أو مدى تواجدها، ثم نقترح عدد محدد من على خريطة مصر، زي ما سيادتك قلت الفيوم، في كرداسة، في دمياط، في بعض القرى في الصعيد، في يعني هذه المناطق جميعها بتتميز بالمقومات الأساسية ولكن لا يوجد بها البنية الأساسية. فلازم نستكمل البنية الأساسية ثم نبدأ بعد ذلك الترويج لهذه المناطق، وأعتقد أنها هتكون فرصة أن باقي المناطق الريفية أو باقي القرى هيبدأوا في، إذا هنقدر نقول إيه، أن يحاولوا يعملوا نوع من التميز لأماكنهم علشان ينقلوا نفس التجربة، وفي نفس الوقت لازم كمان يبتدي الإعلام يوجه الناس يعني إيه سياحة، علشان الأرياف أنت عارف ليهم خلقهم، ليهم تحفظاتهم ولهم عاداتهم وتقاليدهم. ولهم عاداتهم وتقاليدهم، فلازم يبقى في حملة إعلامية بتنبه إخواتنا في الريف بأن هذه أن السياحة هي مصدر خير ومصدر رزق. وأن يلتفتوا إلى المنفعة الاقتصادية التي ستتم من خلال زيارة الأجانب لأماكنهم بغض النظر عن الشكليات. ابقى معنا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، وننتقل إلى الأستاذ عبد الحكيم سيد الفنان التشكيلي. أستاذ عبد الحكيم أهلا بك. أهلا وسهلا بك. لماذا أستاذ عبد الحكيم يعني تراجعت الكثير من القرى الريفية المصرية خلال السنوات الأخيرة بعدما كانت محط أنظار الكثير من المصريين لقضاء فترات إجازاتهم أو المناسبات السعيدة لديهم، على سبيل المثال قضاء شهر العسل وغيره في القرى المصرية المعروفة خلال يعني عقود من القرن الماضي؟ طبعا طبعا ده نتيجة عدم الاهتمام بهذه القرى وعدم وجود البنية الأساسية الموجودة في هذه القرى. ولكن أنا بشوف إن عندنا في قرانا المصرية كثير جدا من الحرف التقليدية القادرة على اجتذاب السياح بشكل كبير، وده من خلال مثلا عندنا في الفيوم زي ما حضرتك قلت، وكرداسة، فوة في الصعيد، في نجادة، وفي الأقصر وأسوان. كل هذه القرى مليئة بالحرف التقليدية، وعندنا نوع من السياحة ما مش مهتم به خالص، وهو سياحة الحرف أو السياحة البيئية، اللي هو أنا أروح المكان كما هو، مش محتاج فنادق. السائح بيجي من بره، هو قاعد في فندق وعارف أحسن الفنادق في مصر،
ولكن لما يجي ويشوف بيئة طبيعية وإقامة طبيعية في غرفة من غرف الفلاحين الموجودة بشكل نظيف بشكل صحي، وطبعا المحاصيل اللي موجودة محاصيل بيئية مش داخل فيها أي مواد كيميائية، فهيجي يقعد في جو بيئي ويشوف حرفنا التقليدية ويشتري منها ويقتني منها ويشوف الحرفيين وهم بيشتغلوا من زي مثلا من صناعات الجريد زي الفخار زي الخزف الفركة كل دي حرف موجودة في مصر ومش مهتم بيها ومحتاجة انها تتفعل بشكل كبير قوي. تمام. ما احناش محتاجين فنادق كبيرة 5 ستار ولا 7 ستار زي ما هم عايزين، لا عايزين بيوت طبيعية، بيوت الفلاحين العادية، إقامة عادية بشكل صحي ونظيف، فيقدر السائح يشوف جو مختلف عن اللي بيشوفه في أي مكان ثاني. تمام. ولكن أستاذ عبد الحكيم ربما يقول قائل إن القرى المصرية في الفترات الأخيرة يعني اختلفت طبيعتها ومظهرها عن القرى المصرية في السنوات والعقود الماضية. طبعا هي اختلفت، ولكن اختلفت بقت أقرب للمدينة، بقت شخصية القرية مش موجودة، يعني شخصية البيت الريفي والشكل التقليدي بتاعه ما بقاش موجود زي الأول. ولكن احنا عندنا تجربة مثلا في الفيوم، تجربة في قرية في تونس، عملوا مجموعة حرفيين وفنانين عملوا قرية للفخار، وبقى في أنشطة بتقام على هامش الأحداث اللي بتتم هناك، بقى في أجانب بتعرف الحدث وبتجيله وبتقعد هناك في بيوت طبيعية جدا، ما فيش فنادق كبيرة ولا حاجة. تمام. احنا محتاجين حملة قومية او مشروع قومي لإعادة القرى السياحية والقرى المصرية لطبيعتها السابقة. تمام. وده مشروع اولا هيعمل رواج لهذه الحرف ورواج للصناعات المحلية اللي موجودة زي البلح زي الفراولة زي القطن، كل الصناعات كل المحاصيل الزراعية اللي بتتجه هذه القرى بالتعاون مع الحرفيين والفنانين ممكن يطلع مشروع قومي لإحياء هذه المناطق. نعم، ابقى معنا أستاذ عبد الحكيم وسنعود إليك مرة ثانية وننتقل مرة ثانية للأستاذ محمد عزت عضو اتحاد الغرف السياحية. أستاذ محمد أهلا بك مرة ثانية. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، يعني إذا أردنا أن تكون لدينا صناعة للسياحة الريفية في مصر، هل في رأيك ستعتمد بالأساس على السياحة الخارجية أم ستعتمد على السياحة الداخلية هنا من المصريين؟ زي حضرتك في هذه الجزئية احنا لابد ان نتوجه للشقين، السياحة الخارجية والسياحة الداخلية. ولكن السياحة الخارجية الهدف منها هو تبادل الثقافات واعطاء الصورة الجيدة عن السياحة المصرية، ولا سيما ان التركيز على السياحة الريفية سيعطي للخارج صورة عن جميع مدن مصر وعن ما تمتاز به المدن الريفيه. زي ما تفضل الضيف حضرتك الكريم الدكتور شريف بذكر بعض المدن زي الفيوم او منطقه كرداسه، والاستاذ عبد الحليم برضه ذكر قرى اخرى في الصعيد. بالفعل حضرتك احنا لدينا العديد من القرى الريفيه تمتاز بحرف يدويه زي الفخار والخزف كما ذكر السادة الضيوف، ايضا عندنا صناعة السجاد، عندنا صناعة ورق البردي، عندنا حضرتك الريف هو اول من اسس صناعة الاغذية، الريف هو اللي طلع منه حضرتك صناعة مشتقات الالبان الجبن وخلافه، كل هذه الصناعات طلعت من قلب الريف المصري، والريف بالفعل هي منطقة كسب ولكن محتاجة العديد من المساعدات الحكومية. بالفعل على فكرة
هي تنشيط سياحة من خلال قرار السيد الوزير هشام زعزوع بتدعم السياحة الداخلية في الوقت الحالي من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة دعم مصر ويعرف بلدك ويعرف بلدك نعم. وعدة مبادرات بالفعل من خلال هذه المبادرة ولا سيما بالأخص مبادرة مصر في قلوبنا تم دخول منطقة الفيوم داخل المبادرة وبتدعم 30% من التكلفة للسياحة الداخلية. أيضا في مناطق كثيرة داخلة في عملية الدعم، ولكن يعني أود أن أشير للنقطة اللي حضرتك ذكرتها وهي التحول في شخصية الريف المصري. بالفعل حضرتك الريف المصري أماكن كثيرة جدا بدأت أنها تنتقل من الصورة الريفية إلى صورة المدن والحضر بتجريف الأراضي أو ببناء بعض المساكن أو الأبنية، وده اللي بيقلل من الريف المصري. تمام، شكرا لك أستاذ محمد عزت عضو اتحاد الغرف السياحية، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل الآن إلى الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف أهلا بك مرة ثانية. دكتور شريف مع حضرتك. دكتور شريف، يعني في ظل ما طغى أو ما جار على شخصية الريف المصري التقليدي، هناك مشروع المليون ونصف المليون فدان من ضمن ما سيخرج على الأرض أو إلى أرض الواقع، ظهور قرى جديدة بمقومات تحفظ وتضمن سلامة البيئة الموجودة في هذه القرى من خلال هذا المشروع. كيف يمكن لنا أن نعظم الاستفادة من السياحة الريفية في هذه القرى الوليدة بشخصيتها الجديدة التي تعكس يعني حضارة وواقع القرية المصرية كما كانت عليه منذ سنوات سابقة؟ الحقيقة أنا بتصور أن احنا نتكلم عن الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية الآن، لأن احنا يعني سياحة الواحات في الصحراء الغربية هي دي من ضمن السياحة الريفية. نعم. الواحة هي مجتمع ريفي متكامل. طبعا أنا الحمد لله زرت واحة سيوة وواحة الفرافرة وحاجة اسمها الدارة اللي هي مصغير ومنطقة بير الدكرور، دي مناطق ليس لها مثيل على ظهر الأرض. صحيح. والجمال اللي فيها من يعني الطبيعة اللي فيها حاجة من أبدع ما يمكن، بالإضافة إلى أن فيه اللي هو سياحة الاستشفاء. نعم. بدفن الجسم في الرمال في المناطق دي، زي بالذات في منطقة بير الدكرور، حضرتك لو رحت هناك هتلاقي العالم كله بعد جاي من أمريكا من أوروبا من اليابان جايين يستفيدوا من طبيعة التربة بتاعتنا اللي هي بتشيل جميع أنواع الروماتيزم وليها أساس في معالجة الروماتويد كمان. فأنت حضرتك نبهت موضوع في الصحراء الغربية من خلال المليون ونص فدان، لكن احنا خلينا واقعيين، احنا النهارده يا دوب بنبتدي ب 10,000 فدان. الله اعلم هيكملوا امتى، لكن احنا في ايدينا الواحات الموجوده حاليا. وطبعا بالنسبه للزميل اللي كان بيتكلم عن الفنادق، واحنا موجود في واحد سيوه الان مجموعه من الفنادق اللي هي مستوى 3 و4 نجوم، وفنادق متميزه بيتعمل كمان معسكرات هناك، رحلات السفاري ما بين الواحات وبعضها من أجمل ما يمكن. صحيح. كل ده ممكن يتم تسويه ومن خلال ما يطلق عليه زي ما سيادتك قلت السياحة الريفية. تمام. أما بالنسبة للقرى اللي احنا ذكرناها في الأول زي كرداسة زي القناطر زي نزلة السمان زي دمياط زي الكلام ده، فدي بتعتمد على سياحة اليوم الواحد. يعني دي ليس من المطلوب إنشاء أي أماكن إقامة، ولكن مطلوب إنشاء مجموعة من المطاعم ذات الطابع الريفي اللي بيتميز به القرية نفسها، اللي بيقدم الوجبات للسياح أثناء زيارتهم، لأن ما أعتقدش أن مثل هذا النوع من السياحة يتطلب الإقامة اللهم إلا إذا كان في الواحات لبعدها عن العمر. تمام، شكرا لك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.
وكذلك نشكر الأستاذ محمد عزت عضو اتحاد الغرف السياحية، وكذلك نتوجه بالشكر إلى الأستاذ عبد الحكيم سيد الفنان التشكيلي. كانت هذه مشاهدينا الكرام مجموعة من آراء المتخصصين من ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. الآن نخرج لكي نتابع مجموعة من آراء المواطنين في الشارع حول رؤيتهم لكيفية الاستفادة من السياحة الريفية واعتبارها وعملها صناعة استثمارية. نشر التوعية وأهمية السياحة الداخلية الريفية، سواء ريفية أو عامه السياحة الداخلية، لو عملنا نشر ووعي بأهمية زيارتها زي تنظيم الرحلات بالنسبة للمدارس في الجامعات، وعملية التنشيط السياحة الداخلية ده مهم جدا لدعم السياحة الشبه الداخلية خلاف السياحة العامة. الإعلام، إن احنا نعمل عنها إعلانات كويسة. نمرة 2 الجامعات والمدارس، إن احنا برضو نعمل فيها برضو إعلانات للرحلات دي، وده طبعا هيبقى مصدر دخل للسكان الكرة دي، وفي نفس الوقت برضو الشباب او المصريين هيبداوا يعرفوا بلدهم. احنا لازم نحدد اساسا السياحه الريفيه مصادرها ايه في مصر، هل هي قاصره بس على الفيوم، ولا هي قاصره مثلا على السياحه المتعدده زي بجانب مثلا يعني الساحل او العين السخنه او خلافه. عندنا مثلا الريف في الشرقيه، عندنا مثلا الريف مثلا في الدقهليه، الناس دي المفروض ان احنا ندخلهم في السياحه الريفيه، مش قاصره مثلا على الفيوم وشلالات وسيوه والحاجات دي كلها. لازم نستغل الناس دي، يكون عندنا زي الكتيب او في الاعلام الداخلي المصري انه يكون في عندنا كتيبات تشرح السياحة الريفية اللي هم في القرى والمدن زي سيوة والفيوم والمناطق دي. اول حاجة لازم يعرفوا ويوضحوا ويكون عندهم او تكون في برضو زي رحلات الداخلية من نفس مكاتب السياحة باسعار كويسة، على اساس ان هم يتعرفوا على السياحة ويتعرفوا برضو ايه اللي هو على الصناعات الداخلية اللي هي اساسا مش معروفة. انا بتمنى ان السياحة كلها تشتغل داخلية وخارجية، طبعا لازم يعني في اكتر على شرم الشيخ والغردقة والكلام ده، ونسبة اكبر من السياحة الريفية في الفيوم واسوان المعابد والاقصر وبرضو كومومبو. احنا عندنا كنوز. لازم يكون في خدمات كويسة من الداخل، والناس اللي في الاماكن اللي هي الريفية لازم عليهم ان هم يحترموا السائح اللي هو يجي لهم ويقدروه. لابد ايضا برضو من ان يعني يكون في خطة دعاية. خطة الدعاية دي بتكون يعني القاعدة الرئيسية ليها ان مثلا دعاية في التلفزيون، دعاية في الصحف، دعاية خارجية. برضو دورنا احنا كاعلام ان احنا نبرز الاماكن الريفية ديت يعني للخارج، ان احنا نبرزها بطريقة تبين جمالها وتبين ان فيها جديد يعني ايه، وتشجع السياح ان هم يجوا ليها. كانت هذه مشاهدينا الكرام مجموعة من آراء المواطنين في مصر حول رؤيتهم لكيفية جعل السياحة الريفية صناعة استثمارية. الآن مشاهدينا نستكمل نقاشنا مع مجموعة من ضيوفنا الكرام، ونرحب بضيوفنا الجدد الذين انضموا إلينا. نرحب بالأستاذ عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية، وكذلك نرحب بالدكتورة منى شوقي استشاري التنمية البشرية. أهلا بكما. وأبدأ مع الأستاذ عادل عبد الرازق. أستاذ عادل أهلا بك. أهلا بك فندم وبالسادة المشاهدين. أستاذ عادل، يعني كيف يمكن لنا أن نعجل من الاستفادة من القرى الريفية ومن طبيعة الجو الريفي بمظاهره المختلفة الموجودة في أنحاء جمهورية مصر العربية المختلفة؟ هو تسمح لي في البداية أن أشكر القناة بتاعتكم ظريفة قوي لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع رغم أنه إحنا مصر متنوعة السياحة سواء الشاطئية والسياحة العلاجية والسياحة الآثار ونمتلك القمة في سياحات كثيرة، لكن لأول مرة أشوف على شاشة التلفزيون يطرح كيفية السياحة الريفية. الكلام ده إحنا عارفينه طبعا في دول متقدمة كتير قوي عملته واستفادت منه كبيرة، زي هولندا في الريف الهولندي وبتعمل فنادق مخصوص في الريف الهولندي وبتلاقي ليها مشاهدينها ولزوارها ويروحوا ويسيبوا العواصم ويروحوا في الريف الهولندي، الريف الإنجليزي أيضا. فإحنا حديثي العهد رغم القوة بتاعتنا في السياحات الأخرى،
احنا حديث العهد بهذا النوع. فانا بشكر القناة مرة اخرى لانها طرحت هذا الموضوع اللي ممكن يبقى ذات فعالية شديدة. وجي في الوقت المناسب اللي الرئيس عمل فيه شركة اسمها شركة الريف المصري لإحياء صورة الريف المصري العظيم، وإن إحنا ممكن يبقى من خلال الريف المصري والقرى الجديدة سواء في الفرافرة سواء في الواحات سواء في المناطق الجديدة اللي هو بيبدأ فيه بشكل معين متوافق مع البيئة، يبقى في الحالة دي نقدر نعمل سياحة ريفية ونقدر لها نوع من الانتشار. وبأكد أيضا على نقطة معينة دون ذكر اسم صديق مثلا جه عشان يعمل في الأهرامات مشروع فندق معين، فلما بعد عن شارع الهرم وعن الملك فيصل وعن المنطقة العمرانية رغم ان كانت الاراضي دي متاحة ليه قوي وانه يبعد ويعد عن المناطق الصحراوية للاهرام ودخل في منطقة الريف اللي هي في طريق سقارة في مناطق الريف، استطاع ان يبني فندق يعمل فيه جاذبية عالية قوي وان استطاع ان يكون ليه مشاهدين كتير، وبالتالي كان دخل عليه اراده وكان بداية جديدة لسياحة الريف المصري. تمام أستاذ عادل، ولكن ربما يتساءل البعض، أنت طرحت الريف الهولندي على سبيل المثال وهناك العديد من الدول الأوروبية استطاعت أن تسوق للأرياف لديها، هل مصر تمتلك ما يؤهلها لأن تكون قادرة على جذب سائحين من الخارج لزيارة يعني أماكن مختلفة في الريف المصري؟ أنا أعتقد أنها تبقى جاذبية جداً وبتدي استفادة من الجانبين، لكن لابد من توفر عدة شروط. أول شرط لابد يكون في طريق مسافلت ممهد سهل الوصول إليه، مفهوش عقبة المرور، مفهوش عقبة الاختناقات المرورية، سهل أو أن يوصل عن طريق دائري أو غيره إلى مناطق سياحية الأخرى، وبالتالي بيبقى أهم نقطة هي نقطة الطريق وعدم الاختناقات المرورية، دي أهم نقطة. نمرة اثنين أن يتبني على أسس بيئية تتوافق مع البيئة. النهاردة في العالم كله خاصة في ألمانيا ودول متقدمة دي كلها بتيجي المجموعات الأولانية تدرس جزئية معينة، هل المنطقة اللي قاعد فيها دي يتوافق مع البيئة ولا لا، يعني داخلها غاز طبيعي ولا لا، بتشتغل ما بتشتغلش بالسولر ولا بتاع عشان يعمل أدخنة، نسبة التلوث البيئي اللي حواليها قد إيه. النهاردة اهتمام العالم كله بمدى التوافق مع السياحة البيئية، ده المهم، مهم جدا ومهم أساسي بالنسبة للسائح، وبالتالي اللي بيبني فندق في منطقة معينة وسهل الطريق الوصول إليها عن طريق دائري أو غيره أو كلام ده كله ما فيهاش اختناقات مرورية يكون متوافق مع البيئة الموجودة، أنا أعتقد أنه بيكون أفضل كثيرا من فنادق أكثر نجومية في مناطق تكون مزدحمة السكان. تمام، شكرا لك، ابقى معنا أستاذ عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية. وننتقل الآن إلى الدكتورة منى شوقي استشاري التنمية البشرية. دكتورة منى أهلا بك. دكتورة منى أهلا بك. دكتورة منى، يعني ما هو الذي سيعود على الفلاح المصري أو المواطن في الريف المصري جراء وجود صناعة استثمارية وتطوير للسياحة الريفية في مصر؟ زي ضرب الطائرة الروسية وزي قبل كده حوادث زي حادثة الأقصر، احنا بيحبوا يضربونا في السياحة لان هي دي اكل عيشنا، هي دي اساسنا، مصر هي السياحة. دكتورة منى، يعني الصوت غير واضح ونعتذر عن رداءة الصوت وسنحاول معاودة الاتصال بك مرة ثانية حتى نستطيع ان يعني نحصل على صوت جيد. نعود مرة أخرى إلى الأستاذ عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية، أهلا بك مرة ثانية أستاذ عادل. ربما يتساءل البعض أستاذ عادل، خصوصا المواطن الذي يقيم في الريف المصري، ما هو العائد الذي يعود عليه إذا ما وجدت صناعة سياحية في الريف المصري؟ صناعة السياحة أول ما بتخدم المنطقة المحيطة بيها، وبالتالي انت لو رحت الفندق اللي هو موجود في الريف دوت وفي ريف مصر تبص تلاقي اول ما تخرج من باب الريف تلاقي كثير من الصناعات الحرفية الدقيقة اللي هو بتجذبه قوي قوي، تبص تلاقي موجودة بياعين ومحلات فيها انجذبت للمنطقة الحوالين هذا الفندق، وبالتالي تلاقي الصناعات وهو دي خاصة الصناعات دي كلها يدوية بيصنعها على ايديه، فتلاقيها أكثر جاذبية من الصناعات الميكانيكية اللي هو بيشتريها في أي منطقة،
وبالتالي رفع مستوى الدخل لكل القرى اللي حوالين هذه المنطقة. فهتلاقي المنتجات الريفية ليها أولا هتبقى موجودة متوفرة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى إنها تنعكس الأثر، أنا لما أجي أطلب عمالة باخد عمالة من العمالة اللي حواليا، لا هتكلفني نقل ولا هتكلفني كذا، كله هتكلفني بيه هو إن أنا أخد شخص كويس أبدأ أدربه، أهم حاجة التدريب بالنسبة له، وبالتالي استطعت إن أنا أخد عمالة تبقى في حوالين المنطقة اللي فيها، أفدت المنطقة في إن عملت نوع من التوظيف وقضيت على البطالة في المنطقة المحيطة بها. والحاجة الثالثة بقى الأساسية إنه أحسوا إن الفندق ده هو مصدر رزقهم، سواء مصدر رزقهم في إنهم بيشغل أولادهم، مصدر رزقهم في إنهم بيشتغلوا الكبار في الناحية الأمنية، مصدر رزقهم في المنتجات الريفية اللي بيبيعوها، وبالتالي بقوا من الحماية بتاعت الفندق والشكل بالنسبة له ده هو ده المصدر الرزق بتاعهم، في نوع من العلاقة الوسيطة بينهم وبين الفندق ده وبين المنتجعة دي. شكرا لك. نعم شكرا لك أستاذ عادل عبد الرازق، عضو اتحاد الغرف السياحية. وانضمت إلينا مرة ثانية الدكتورة منى شوقي، استشاري التنمية البشرية. أهلا بك مرة ثانية دكتورة منى. أهلا بحضرتك دكتورة منى. إذن يعني هل من الممكن أو كيف يمكن أن تساهم صناعة السياحة الريفية في الحفاظ على كل هذا التراث، سواء من الحرف التقليدية وغيرها، وكذلك يمنع تدفق المهاجرين من الريف المصري إلى المدن المصرية المختلفة؟ أنا عايز أقول إن الطابع الريفي هو أهم ما يميز ريف مصر، هو طابع جميل بس للأسف الشديد إحنا بدأنا نفقد هوية هذا الطابع. الطابع الريفي بدأ دلوقتي كله بيتجه إلى التقليد وإلى إن إحنا ننبذ التراث من أزيائنا، الزي بتاعنا ما عادش هو الزي اللي إحنا بنشوفه في التراث، على الرغم من إن جميع الدول اللي عندها تاريخ أقل مننا بكتير بيهتموا جدا بأن هم يفضلوا على تراثهم من أزياء من أشكال من هوية. فقدان الهوية المصرية هو شيء إحنا عايزين نحاربه، وعايزين نكون للسياحة الريفية ده أثر كبير لأنها ترجع لنا حبنا لهويتنا وحبنا لأزيائنا وحبنا لشرقيتنا وحبنا للريف بتاعنا وللجمال الريف المصري. الريف المصري فيه الشمس الرائعة وفيه جميع أنواع الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا هبة من عنده. الحقيقة كمان أنا عايزة أقول أنه تنمية الريف أو تنمية السياحة الريفية هيلزموا توعية وتنمية بشرية، لأن إحنا عشان نستقبل السياح لازم يكون الفلاح المصري وأسرته أو يكون الناس الموجودين في الأرياف مؤهلين لاستقبال السائح، لأنه السائح هو جاي يعني ثقافة مختلفة وأسلوب مختلف من الحياة، فإحنا عايزين نستوعب هذه الثقافة وفي نفس الوقت عايزين نرحب بيه علشان يرجع لنا مرة واثنين وثلاثة. عايزين السائح الأوروبي أو الغربي أو أيا كان جاي من أي أنحاء العالم يقعد معانا على الطبلية البلدي بتاعتنا بتاعت زمان، ويقعد مع الست اللي بتخبز العيش، وعايزين نشوف الصناعات الصغيرة زي صناعات القش وصناعات الحاجات اللي بالبوس والكليم اللي احنا كنا زمان اللي هما دلوقتي بيعلقوه على الحيطان، عايزينه ياخد الحاجات دي وهو ماشي، لان دي هتعمل فلوس. هي دي السياحة، السياحة يعني معنى كده انها هتسيب لي عائد مادي قوي، لان هو ده اللي مطلوب ان احنا النهاردة نعمله علشان نعادل انواع السياحة الاخرى اللي احنا دلوقتي بدأنا تقل نتيجة لان احنا بنتحارب فيها. احنا نقدر نحمي السائح في الريف، الريف بتاعنا جدع، والمصريين عندنا النخوة وعندنا الشهامة وعندنا الاصالة بتاعت الريف المصري اللي هتقدر انها تحمي السائح فيها، وبالتالي هنقدر كمان طبعنا من الكرم المصري الاصيل اللي هيكون شيء جميل وهيخلي السمعة او نخلي الكلام عن الريف المصري في انحاء العالم يعدي الريف الاوروبي ويعدي الريف الهولندي ويعدي الريف الانجليزي، لانه هو فعلا اجمل واسرى ولو كمان طابع وهوية وزي وليه كل الحاجات المؤهلات اللي تؤهله ان هو ان شاء الله يكون واخد الصدارة في العالم كله. تمام. طيب دكتورة، في وجهة نظرك هل الريف المصري القديم هو الذي مهيأ بشكل اكبر لاستيعاب هذه الصناعة الاستثمارية السياحة الريفية، أم القرى الجديدة الوليدة من رحم مشروعات قومية كبرى كمشروع المليون ونصف المليون فدان على سبيل المثال؟ جميل جدا ان احنا نبني قرى جديدة، بس السائح الحقيقي هيبقى جاي عايز يشوف الريف الطبيعي، الريف الحقيقي، مش الريف المصنع او المصطنع الجديد. بس هو طبعا خطوة جميلة ان احنا نعمل نماذج للريف بتاعنا بشكله بطباعه بزيه بهويته بكل حاجة،
ونخلي الناس مستعدين لده ونخلي ده نماذج، بس هيبقوا طبعا عارفين انه دي نماذج تمام. حديثة بقالها سنة او اتنين او خمسة او عشرة، لكن طبعا الريف القديم برضو هو معدل ده ومعدل ده بشكل جميل جميل جدا ان احنا ننقل خبرات الريف المصري بالفلاح المصري هويته زيه. عايزين الفلاح يرجع تاني يفتخر ان هو اللي بيأكلنا، وهو الفلاح اللي هو دلوقتي بقى بيأكلنا بطريقتين، بانه بيزرع الارض وبانه كمان بيستقبل السياح، فبيقدر ان هو يدخل لنا عملة صعبة اكتر. فاحنا عايزين ده وده، وطبعا مشروع المليون ونص سدان ده مشروع عملاق وعبقري، وان شاء الله هيدر علينا سواء كان سياحيا او غير سياحيا، هيدر علينا الخير والرخاء. الريف كمان حوالين قناة السويس في مناطق ريفية في الإسماعيلية وفي الأماكن دي ليها طابع ريفي جميل، زراعة المانجا والفراولة والحاجات دي كلها عايزين السياح يجوا. شكرا لك يا دكتورة منى شوقي استشاري التنمية البشرية، كنت معنا عبر الهاتف. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الزميلة فاتن عبد المعبود لاستعراض مجموعة من أرائكم ومشاركاتكم التي وصلت إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك يا فاتن. شكرا شهاب. وصل لينا كمان أراء مشاهدينا على صفحة برنامج همزة وصل. الأستاذ أشرف فاروق بيقول إن السياحة لو عايزين سياحة ريفية أو حفاظ على القرية الريفية وجذب السياحة الداخلية ليها، لازم أولا يكون هناك اهتمام بتوصيل المرافق، الاهتمام بالتخطيط العمراني، الاهتمام بتوصيل أو بإقامة قرى نموذجية للتحفيز للقرى الأخرى، الاهتمام بالقرى الفقيرة والمعدومة، الاهتمام بالتخلص الآمن للمخلفات الزراعية، الاهتمام بالأنشطة الرياضية والوحدات الصحية، الاهتمام بالمراكز الثقافية، برامج التوعية للأسرة والشباب، الاستفادة كمان من طاقات الشباب في القرى وإنشاء صناعات. الأستاذ مدحت بيقول يجب على كل المؤسسات في الدولة تنظيم رحلات على كافة الأماكن السياحية في مصر وبشكل دوري طوال السنة، وبالنسبة لمشروع المليون ونصف مليون فدان بيعتبر نواة للريف المصري الجديد وإنشاء منتجعات سياحية ريفية لتشجيع السياحة الريفية. الأستاذ البدري علي بيقول إن تشجيع السياحة عموما وليس السياحة الريفية، الاهتمام بكل ما يجذب السياح لمصر من أثار ومناطق جميلة، يعني هو بيعطي بعض الأمثلة، سواقي الفيوم اللي ممكن إنها تكون بناء قرى ريفية قريبة، وأيضا المكان مناسب والأجواء بتساعد على هذا وقربها من محافظة الجيزة والأهرامات. الأستاذ علي السيد بيقول إن هناك إشاعة منتشرة بين أهل القرى بأنه سيتم لغي البدل السلعي على بطاقات الخبز، هو يعني خارج بره إطار سؤالنا. علي عماد الإسكندراني بيقول إن الحكومة عليها إيجاد حلول لجعل الاستثمارات في قرى مصر تحتضن المشروعات الصغيرة والحرفية وتسهل وتكسر الروتين اللي بيكبل ويضيق الخناق على هذه المشروعات. كده بنكون استعرضنا آراء مشاهدينا. إليك شهاب مرة أخرى لاستكمال همزة وصل. شكرا لك فاتن، وشكرا لكل مشاهدينا الكرام الذين تواصلوا معنا في موضوع حلقة اليوم من همزة وصل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من همزة وصل. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة موضوعها هو كيف يحتفل جموع المصريين بعيد الميلاد المجيد. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام، في الغد إن شاء الله حلقة جديدة كما كان موضوعها وكما طرحناه كيف يحتفل جموع المصريين بعيد الميلاد المجيد. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج همزة وصل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.